بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتعرف على فضيلة السنن النبوية وكيف تصل إلى أن يحبك الله عز وجل. فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية وعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وجميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله حتى ينظم حياته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من الصباح إلى المساء. قال ذو النون المصري: من علامة المحبة لله عز وجل متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه وأقواله. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري: فكانت علامة حبهم إياه اتباع سنة رسوله، وأن منزلة المؤمن تقاس باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما كان تطبيقه للسنة أكثر كان عند الله أعلى وأكرم. تأمل كيف لو سقط من أحدنا مبلغ من المال لاهتممنا واقتنمنا واجتهدنا في البحث عن هذا المال حتى نجده، ولكن كم سنة سقطت في حياتنا؟ كل إنسان هل حزن لها وسعينا لتطبيقها في واقع حياتنا؟ إن من المصائب التي نعاني منها في الحياة إننا أصبحنا نعظم الدينار والدرهم أكثر من تعظيم السنة. ولو قيل للناس من يطبق سنة من سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويأخذ مبلغا من المال، لوجدت الناس يحرصون على تطبيق أقل وأصغر السنن في شؤون حياتهم كلها، من أن يصبحوا إلى أن يمسوا، لأنهم سوف يربحون وراء هذه السنن المال. بماذا ينفعك المال عندما توضع في قبرك ويهال عليك التراب؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والمقصود بهذه السنن التي في هذا الموضوع هي ما يثاب عليها صاحبها ولا يعاقب عليها تاركها، التي تتكرر في اليوم والليلة باستطاعة كل واحد منا أن يقوم بهذه السنن. ولقد وجدت أن بإمكان كل شخص لو حرص على السنن اليومية أن يطبق ما لا يقل عن 1000 سنة في اليوم في جميع شؤون حياته كلها. إن شاء الله راح نتكلم في الدروس القادمة أيسر وسيلة لتطبيق هذه السنن اليومية التي تزيد عن 1000 سنة. فلو حرص المسلم على تطبيق 1000 سنة في اليوم والليلة لكان في الشهر 30,000 سنة. فانظر إلى من جهل هذه السنن أو من علمها ولم يعمل بها، كم من الدرجات والحسنات ضيع على نفسه وأنه لم محروم حقا. والالتزام بالسنة لها فوائد عظيمة، منها الوصول إلى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. 2. جبر النقص الحاصل في الفرائض. 3. العصمة من الوقوع في البدع. 4. السنن أنها من تعظيم شعائر الله. والله أعلم.